وللمزيد ينضم إلينا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من العريش. كريم، بعد التحية تطلعنا على مزيد من تفاصيل المشهد لديك. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل منذ صباح اليوم لم تتوقف الفعاليات المختلفة الخاصة إما بدخول المساعدات أو حتى وصول الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإغاثية إلى مدينة العريش وإلى مطار العريش وإلى معبر رفح، بالإضافة أيضا للمؤتمر الصحفي الذي أقيم أمام معبر رفح لرئيس وزراء إسبانيا ورئيس وزراء بلجيكا. نتحدث عن في هذه الأثناء بينما نحن نتحدث الآن جاري تسليم المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية إلى الجانب المصري ليتم نقلهم بعد ذلك، يجري ذلك بالطبع عن طريق سيارات الإسعاف، ليتم بعد ذلك نقلهم إلى الجانب الآخر، ثم بعد ذلك أيضا في نفس الوقت تسلم الرهائن والأسرى الفلسطينيين من الجانب الآخر ليعودوا مرة أخرى إلى بيوتهم. هذا يحدث بينما نحن نتحدث بالفعل الآن داخل بوابة معبر رفح المصرية في المنطقة الفاصلة بين المنطقة البوابة المصرية والبوابة الفلسطينية. هذا بالطبع جاء بعد دخول عدد كبير من الشاحنات للجانب الآخر من قطاع غزة. نتحدث عن أن الهدنة قالت أنه 200 شاحنة في اليوم، تخطى الآن أكثر من 100 شاحنة دخلوا بالفعل عبر بوابة معبر رفح المصرية. تسلم منهم الهلال الأحمر الفلسطيني 89 شاحنة بالفعل من المياه، الإغاثات، المساعدات الغذائية، المستلزمات الطبية، بالإضافة لدخول أيضا عدد من شاحنات الغاز. دخل بالفعل 4 شاحنات من الغاز، ودخل أيضا 3 شاحنات من الوقود، بالإضافة للصفاف ما زال ليس شاحنات أخرى للوقود والسولار أمام بوابة معبر رفح المصرية. بينما أيضا نحن نتحدث الآن ما زال توافد الشاحنات المختلفة بالتحالف الوطني وصندوق تحيا مصر وأيضا القافلة التي أطلقها بالأمس الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة العريش. هذه الشاحنات ما زالت تصل، نتحدث عن أكثر من 570 شاحنة مختلفة من المساعدات المتنوعة تصل إلى مدينة العريش، بالإضافة أيضا للمساعدات التي تصل لمطار العريش. ربما رأينا مئات الشاحنات وما زالت متوقفة بالفعل من العريش وصولا للشيخ زويد، وصولا لمدينة رفح، وصولا لبوابة معبر رفح المصرية. ما زالوا يتوافدون ويقفون على جوانب الطريق من اليمين ومن اليسار. ما زالت أيضا سيارات الإسعاف تصطحب المصابين من الناحية الأخرى. نتحدث عن ما يقرب من 20 مصابا دخلوا بالفعل إلى الأراضي المصرية، هذا فضلا عن عودة من كانت انقطعت بهم السبل من أشقاء فلسطين هنا في العريش، واحتوتهم البيوت المصرية واحتوتهم أيضا المحافظة المصرية. فور بدء سريان الهدنة عادوا العالقين الفلسطينيين عبر البوابات إلى أراضيهم إلى قطاع غزة. اليوم ضمن أيضا الهدنة 3 شاحنات من الوقود التي دخلت عبر معبر رفح ودخلوا إلى الناحية الأخرى ويعني أفرغوا حمولاتهم، أيضا بالإضافة لذلك الشاحنات الغذائية المختلفة والمساعدات التي دخلت وهم 89 شاحنة تسلمهم الهلال الأحمر الفلسطيني. هذه الشاحنات يتم توزيعها إما في جنوب قطاع غزة أو وسط قطاع غزة لي عن طريق الأونر وعن طريق طبعا بالطبع للأماكن المحتاجة الآن وأيضا للنازحين. ولكن كان هناك خلاف حول ما إذا ستصل هذه الشاحنات إلى شمال قطاع غزة أم لا. دخلت بالفعل منهم 3 شاحنات إلى الحواجز التي أنشأتها قوات الاحتلال أو نقطة التماس. نقطة التماس هذه النقطة التي توغل إليها قوات الاحتلال في قطاع غزة ثم توقفت عند هذا الخط بعد عند بدء سريان الهدنة. هذه نقطة التماس، هناك حواجز لإما خروج المواطنين من شمال قطاع غزة أو عودة بعض من مواطنين قطاع غزة إلى الشمال ليطمئنوا على بيوتهم أو حتى دخول المساعدات. قوات الاحتلال عرقلت دخول هذه المساعدات ولكنها متوقفة الآن إما في مدينة غزة أو في شمال قطاع غزة. أيضا عرقلت عودة بعض المواطنين وأخذ أطلقت الأعينة النارية في الهواء. هناك من أصيب أيضا واستشهد من المواطنين الفلسطينيين أثناء عودتهم إلى الشمال ليطمئنوا على بيوتهم. ولكن هذا لم يمنع أيضا بوابة معبر رفح والسلطات المصرية والضغوطات المصرية من استمرار
إما الضغوطات من أجل تسليم تبادل أو صفقة تبادل المحتجزين والرهائن، أيضا الضغط على دخول المساعدات المختلفة. ولذا كان واضح في رسالة من الدولة المصرية أن بوابة رفح المصرية لم تغلق ولن تغلق في وجه المساعدات ووجه الأشقاء في فلسطين، إما كريم أنت تتحدث الآن للتذكرة فقط، أنت تتحدث عن دخول 89 شاحنة حتى الآن من أصل 200 شاحنة من المقرر دخولها يوميا إلى قطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 100 شاحنة دخلوا عبر بوابة معبر رفح المصرية من أصل 200 تم الاتفاق عليهم في الهدنة، لكن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلم منهم 89 شاحنة يتم توزيعهم الآن على الأماكن الأكثر احتياجا حسب رؤية منظمات الأمم المتحدة والأونر وداخل قطاع غزة، إما للمرافق الحيوية منها السولار سيتم توزيعه على المرافق الحيوية من محطات تحلية المياه، محطات الكهرباء، وأيضا محطات الجوال أو محطات الهاتف المحمول. يعني وأيضا هذه المساعدات سيتم إما توزيعها على النازحين أو تذهب إلى المخازن يتم توزيعها على باقي الأماكن في قطاع غزة. نعم كريم، أشكرك جزيل الشكر. وأنت تتحدث معنا الآن مشاهد على بعض المشاهد التي ترد إلينا منذ قليل عن عربات الصليب الأحمر التي تحمل المحتجزين لدى حماس وتم تسليمهم إلى الجانب المصري في عملية تبادل للأسرى بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. أشكرك جزيل الشكر كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من العريش.